كل حاجة عملوها لي اللي بأساس اللي أنا مرجعش تاني السجن، والحمد لله دلوقتي والنهاردة في عيد الشرطة قدمين لي شيك اللي أنا أصرفه لي بأفتح بقالة وأفتح محل اللي أنا أكل منه عيش وأصرف على زوجتي وعيالي. بنتي بتتجهز فساعدوني وجابوا لي الغسالة وجابوا لي البوتاجاز وجابوا لي الحاجات دي. دعت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية 298 من المفرج عنهم وأسر المسجونين بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وتحت راية مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتسليمهم مساعدات مالية وعينية، قامت الإدارة بتوفيرها لهم بالتنسيق مع بعض البنوك والمؤسسات الخيرية. والرعاية هنا الداخلية مش مخليانا عايزين حاجة، بحق الله والله العظيم، وكل اللي بنطلبه بناخده. الله يبارك لهم ويبارك لرئيس الجمهورية. يا رب أنا مقدمة على كرسي بالكهرباء، هيدوني شيك وراح أجيب الكرسي. وتتسم تلك المساعدات بالدورية والاستمرارية في تقديمها بما يوفر الحماية الاجتماعية لتلك الأسر ويضمن لها تلبية متطلباتها، كما تساعد المفرج عنهم لبدء حياة جديدة مستقرة تساعدهم في الاندماج في المجتمع وتنأى بهم عن طريق الجريمة. أنا كنت شغالة في مصنع ملابس، قلت لهم إن أنا عايزة مكنة خياطة، محدش تأخر عني تماما، وخلال يعني اسبوع او اتنين لقيتهم بيتصلوا بيا وبيقولوا لي على الاجراءات اللازمه اللي انا عاملها للمكنه. في خلال شهر بالظبط كانت المكنه موجوده عندي، وهي بالنسبه لي هتفتح لي بيتي مع ابني، تخليني ان انا اساعد برضو جوزي لما يخرج يلاقي حاجه يتسند يعني عليها وكده. انا اول ما جيت طلبت ان انا محتاجه كرسي لابني عشان عنده اعاقه خاصه، يعني عنده ضمور في المخ وكده مش بيقدر يمشي، وهم بالفعل لبوا الطلب على طول في وقت قصير جدا وجابوا لي الكرسي اللي انا محتاجاه، وده طبعا هيساعده جدا يعني على انه يقدر يتحرك بصوره سهله. ودينا جينا النهارده الحمد لله واستلمناه. حصل كل على احتياجاته كما طلبها، بل وهناك مزيد يقدم لهم شهريا، وهو ما يندرج في إطار السياسة العقابية الحديثة لوزارة الداخلية في مواصلة تقديم الدعم والمساندة للمفرج عنهم وأسر السجناء. لا تقتصر الرعاية التي تقدمها وزارة الداخلية على نزلاء السجون فقط، بل أنها تمتد أيضا إلى تقديم الرعاية لأسر المسجونين لتوفير حياة كريمة لهم وفتح أبواب رزق أمام المفرج عنهم حتى يتسنى لهم كسب عيشهم من حلال، وهو ما تحرص عليه وزارة الداخلية في إطار سياستها العقابية الحديثة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.